بيدات كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. ماسك اختي ماسك راه خرجوا ليا لي بونوا داو داكشي. خلينا نبداو الفيديو بعدا. السلام اختي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. جيتكم اليوم بفيديو جديد. اليوم اختي صافي التحضيرات العيد، حنا بقاو اش وهادشي راه كنقولوا حتى من امتى، مني فقت وانا باغا نبدا الفيديو. المهم باغا نبدا الفيديو، صدقت كنقول صافي العيد قرب، صافي قرب العيد خصني نبدا التحضيرات وهذا وهذا وهذا. باغا ندير هكا، نتهلاو اليوم اختي نتهلاو في راسنا، داكشي اللي كاين نعديو بيه، نحيدو شويه الصخب، نحيدو شويه داكشي. ايوا اليوم ان شاء الله، ايوا اليوم ان شاء الله خرجت دابا نيت لبست، غادي نمشي للصالون باغا نصوب فراتي، وراني دايره معاهم ثلاثه، ودابا كنصور مع ثلاثه ومازال ما خرجتش. ايوا صافي، ولكن فقت نيشان مشيت رديت، واخا هكاك اختي اش غادي ندير، رديت الفطور لانه مابقاش عندي حتى شي حاجه، رديت الحريره فريمون شي 10 ايام هاد الاخر كلها ما كليناهاش، صافي تشهيتها. دونك رديت الحريره، صوبت الحشوه ديال المخيمرات، صافي عاد غادي نمشي للصالون باش ملي نجي ما نتدركش، باغا حتى نقش، ولكن ما عرفتش واش يكفيني الوقت ولا لا. ايوا صافي هادشي اللي كاين، هاد الفلوق يقدر نشد فيه اليوم وغدا ان شاء الله باش نشارك معكم كاع التحضيرات ديال العيد. ايوا هادشي اللي كاين. المهم دابا نمشي اختي للصالون. وهنا البنات مشيت نيشان للصالون، كانت الدنيا عامره الصراحه، صافي دزت نيشان باش نصاوب شعري، هنايا صاوبته بوكلي، واخا زعما الصراحه هو غيهبط غيهبطو لي بوكل، ولكن كنت هكا بوكلي كيبقى فيه الفوليوم. صافي كنوريكم هنا شويه فين مكتبيش بلايصه خاويه، انا كنصور لكم شي شويه، راكم عارفين هنا ديجا اس اس بيوتي راه كنشاركها معكم، ديجا لا فيديو الاخر كنت حطيت لكم الحمام اللي درت عندهم. صافي من بعد دزت نيشان نصاوب دفيراتي، كنت باغا نصور لكم ولكن كنبغي نثبت، من تكون كتصاوب الدفار كنبغي نثبت ديجا باش كنوريها ستي اللي باغا في التليفون. وصافي هادو هما الدفار اللي درت، درت اللون غوز بارد صراحه، ما كنزعمش هاد الالوان بزاف الفاتحه ما كنديرهاش بزاف، ووريتكم الديزاين جا هكاك. شوفي اختي الدفيرات صوبت شعري حتى هو، غير هو لي بوكل ما كيشدوش ليا والو، هادشي راه ما حليتهمش، خليتهم مجموعين وما كيشدوش، دغيا كيتحلو. عاد دخلت لداخل باش نصور لكم هنايا، دخلت لهنايا لداخل مع الدنيا عمرها تبارك الله. ايوا صافي اختي ونمشيو دابا، جا عز الدين كعيط لي قال لي انا تحت كنت سدكت وانا هابطه باش نصور دغيا ونهبط. وهنا اختي مشيت نيشان دخلت الكوزينه بالدجين ديالي بكل شيء باش هكا نردو الفطور، كانت ديجا الحريره ديالي كنت باقي ما دورتهاش، وهنا عز الدين كان غادي يحك لي الفرماج وقال لي حلي لي داك العقده اللي دايره الميكا. صافي وهنا بديت لقيت دي الطحين ديالي وداك الشيء باش ندور الحريره. صافي وكنت راضه قدامي البيض كيتسلق، وكنسخن حتى المخيمرات كي قلت لكم كنكون دايرهم في الفريكو، ملي كنسخنهم في المقله تيجيو بحال يلاه طايبين. دونك هما هذوني كنوريهم لكم، الحشوه كانت طيبتها قبل ما نمشي. صافي هكا زربنا هكا الفطور، المهم عدينا وجا داكشي وهذاك كبيدات. دونك ما هضرتش معاكم ملي رجعت من ملي رجعت من الصالون، عرفتوا فريمون كانت الدنيا عامره تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الصراحه باش نعطيكم بعدا، شوفوا لي الضفيرات وشعري، شعري صايبته بوكلي ما بقاش بوكلي، شعري دغيا كيهبطوا لي لي بوكل ما تيبقاوش، ميم انني كندير فيه لالاك وسنيتو ما كيبقاوش لي لي بوكل. ايوا قلت لكم الصراحه باش نعطيكم، شتي البنات اللي كيمشيو داج هذا الصالون راهم عارفين والله. شوفي ما كنمشي كنرجع انا فرحانه للدار، وكنبغي نعاود نشارك معاكم الخدمه ديالهم، ونقص شويه التلفازه الخدمه ديالهم وهذا. والله القسم حتو تبارك الله الصالون غزال، الخدمه ديالهم غزال على البنات اللي خدامين، ولا اهم مولات الشي زعما السيده مولات الصالون، البنات بجوج غزال تبارك الله، لا سهام ولا سلمى فنات، التعامل زوين والله القسم. نقول لكم قبيله جالسه تيكون زعما ما كان ممكن انني نصوركم صور، حتى جالسه كنصاوب الفريج، جالسه حدا واحد البنيته هي وصاحبتها وهذا، وجالسين وبقاو تيهضروا، وقالت لها عرفتي هي عيطت لفلانه حتى هي باش تجي وشدوا لها رونديفو هذا باش تجي حتى هي وشدوا لها النوبه، بقاو كيهضروا. قالت لها عرفتي الا جات لهاد الصالون صافي ما تبقاش تبدل الصالون، وزوين والتعامل ديال البنت زوينه. قالت لها انايا داك المره كان ناقصني الفلوس وسامحات لي، قالت لي صافي تجيبيهم، وانا قالت لها الصالون زعما انايا، قالت لها واحد اخر قالت لها كنت كليانه ديالهم وما ما كيبغيوش يسمحوا لك، لا ما كانتش عندك شي حاجه، ميم انا عارفين كترجعي يعني كليانه. وبقيت كنسمع داك الهضره، قلت الله لا داك الهضره خاصني زعما ما نحتاجش زعما انني عاد نزيد ما عرفتش عندي في عيني زعما، ملي سمعت هذيك الهضره بقيت كنقول انني ما كنشاركش معكم شي حاجه اللي غير هكاك، يعني فريمون انا جربت الخدمه ديالهم في الاول، كي كنقول لكم اي حاجه كنجربها على راسي انا الاولى، شفت التعامل ديالهم كيفاش داير غادي نقول لكم. المهم هو الصالون جا في سله
في العيايده بالضبط. راه غنخلي لكم لاباج ديالهم هنايا. ديجا داك الحمام عندهم تلقاو انفاس مع اقامه الضحه ديال العيايده. المهم انايا غنخلي لكم هنايا السميه كاتيرينات السميه هنايا ديال الصالون. وغادخلوا لاباج ديجا كي قلت لكم شركه معاهم الحمام درتو عندهم. راني حاطه لكم فيديو هما اللي صبغت عندهم شعري البيرمانون كله كنديرو مؤخرا عندهم. وان شاء الله ناويه ندير طانيين وشعري محتل من بعد. دونك والله الا كلشي البنات فرحانه انني كنشارك معاهم. وديجا تلاقيت واحد البنيته قالت لي كديره لاباس هذا ومشات. وكم قلت البنيته ما عادي وتصيفطات لي في الانستغرام قالت لي رجاء ديجا راه زعما راه ابوني عندي في الانستغرام وراني شفتيك وراك زوينه احسن من التليفون. وهذا الصراحه ملي كيقولوا لي كيعجبني اختي راسي صح. بزاف البنات كيقولوا لي لا البنت اللي شراهم عندي جلال مثلا كيشوفوني هكا في اليوتيوب تقول لي عشي في الواقع راك تبان احسن. تنقول زعما راك تصور بالتليفون زعما الكاميرا زوينه واخا هكاك انا كيجيني راسي عادي. ايوا صافي ماما انا جيت زعما نعطيكم بعدا الريفيو ديالي على الصالون. ما نحتاجش كي قلت لكم انا نشكروا ليكم وصافي. ودابا لقيتونا فطرنا مشاركش معكم الطبيله لانه ديجا قلت لكم هذا الفيديو غنهتموا فيه براسنا اختي. دونك مازال باغا نصاوب الحلوه مازال باغا ندير سكين كير لوجهي بعد الحمد لله انه العيد حتى النهار السبت. المهم مني جلست في الصالون كلشي تيقول العيد يا ربي كنت السبت ماشي زعما لا شي حاجه وانما كلشي مازال ما موجدش بحال اللي كيخلاوه. قالك في الانستغرام طلعت لي قالك المغاربه اتفقوا انه العيد نهار السبت كيتسناو يشوفوا شنو يقولوا لهم. دونك كلشي الصراحه كان ما موجدش وكلشي كنقولوا دابا الا قالوا العيد غدا الجمعه العام الله مورا الفطور كلشي بنادم ما يلقاو كيتجار. الحمد لله دابا انه العيد السبت دونك باقي لنا غدا ان شاء الله. سي ما كملتش الفيديو اليوم ما كفانيش الوقت اني ندير سكين كير ديالي غنديرو غدا ونشاركو معاكم. دابا لقيتوني لبست الجاكيطه كنت كنتسنى ازدين يلبس وهو لبس وغنمشيو دابا غنمشي للنقاشه تنمشي نشارك معاكم. هانتوما اختي تفكرت غير النهار ديال الحنه ديالي جيت اليوم عند رشيده جيت دابا اختي عند رشيده باش نقش. لقيتها مسكين كتنقش في دارها فهمو غزاله البرزاي ديال هادي النيت اللي كنت درت في الحنه ديالي. وصافي دابا يلا غادي نقش تنسالي ونقول لكم ونوريكم النقيشه. المهم عاود صورت لكم حتى حاجه من البارح مورا ما جيت من عند النقاشه. صافي داز عليا عز الدين مشينا هكا قضينا شحال من حاجه جينا للدار ونعست كاو. دابا غيبان لكم يلا وقرا شي ربع ساعه ولا ثلث ساعه باش فقت. صبحت ناسه عز الدين صباح خدام مشى وانا الصراحه عتو صبحت ناسه فريمون ارتاحيت. ايوا دابا عاد نطوي ونطنيش انا اختي الكوزينه وانا نوريكم الحنينه ديالي. نتسنى نوريكم هادي زوينه. رشيده الصراحه هي كانت نقشت ليا في العرس وقال لي ديجا قلت لكم فريمون واحد السيده ما يمكنش ما كنشوفها كنبقى نقول سعاده عاد واحد الدرافه ما يمكنش. الحاجه كي كتعطيوها في التصويره كي كتحطها لكم دابا هذه نورمالمون هاد النقشه كبيره على يديا وما بغاتش تقول لي راه كبيره على يديا كيف ما عطيتها لها كيف ما حطاتها ليا فريمون جات هي جابها جات يدي عامره وانا ما كنبغيش يدي تجي عامره وما كتقول لك حتى شي حاجه ما كتقولكش شي حاجه. كيعطيتيها الحاجه كي كتحطها لك حتى في العرس كيعطيتها الحاجه في الحنه ديالك كيعطيتها لك كيحطاتها ليا لا النقشه ديال يدي ولا النقشه ديال رجلي. كذلك العائله كلشي اللي نقش عندها خدا النمره ديالها. السيده غزاله فريمون غزاله. نخلي لكم هنا النمره ديالها تقولوا لي كتشكري كلشي. هذا والله ما كنشكر كلشي وحق الله ماشي زعما حيت انا خدامه هكا ولا هكا كيتعاملوا معايا زوين لا. كي قلت لكم بحال مولات الصالون قلت لك انا جالسه وكنسمع هي الناس اللي يلاه جاوا جداد واش كيقولوا عليها يعني ماشي انا اللي كيتعاملوا معايا زوين. وحتى البنات في الانستغرام اللي كيمشيو تما تيجيو كنعاود نهضر عليه على الصالون في الانستغرام شويه رجاء راه فريمون دوك الصالون راه واعر ما غنبدلوهش الحمد لله. يعني انا الحاجه حتى كنجربها على راسي والله لقات مع تنوريها لكم. كي قلت لكم النقاشه راه كتنقش في الدار السيده ما بغيتيش تجي لعندك للدار ولا ما يمكنلكش ولا شي حاجه كتقدري انت تمشي دير بلاصه اللي عندها وتنقش لك كلشي في دارها. الثمن عندها مناسب يعني اثمنه عاديه جدا. كدير سوا هاد الحنه سوا الحنه الاخرى اللي كنت درت في العرس انا داك الحنه الحمراء. دونك كدير لك اللي بغيتي كتنقش لك اي نقش بغيتي. كي قلت لك التصويره كتحطها لها وهي كتبدا عليك فيها.
صافي. والصراحه البارح بقيت كنقول غادي نجلس نعاود اليوم على رشيده ودا يقول كنتي كلشي ظريف، راه والله القسم انا سبحان الله الحمد لله كنقول على الدين تنقول ربي كيلاقيني غير مع اللي نيتهم مزيان، حيت كنمشي بالنيه الطيبه. سيري بالنيه الطيبه وربي كيلاقيك. عرفتوا شحال من حاجه شتي دابا في البيع والشراء انسانه اللي كرتاح معاها كيدوز البيع ميسر ميسر، والانسان صحلا كاين شي بنات قلبي ما كيرتاحش ليها، قلبي ما كيرتاحش حتى قد هضرت شي حاجه قلبي ما كيرتاحش ليها، والله القسم شي وحده بحال هكا قلبي ما كيرتاحش ليها، ومع ذلك كنبيع ليها كنبقى جالسه في المشاكل، كتبقى كل ساعه تصيفط ليا لا هذه ما جاتنيش لا هذه ما جاتنيش، ميم انه تقدر تجيها هكاك ولكن كيولي اللون المهم بزاف ديال الحوايج مهم بيع الشخصني فيديو ليه بوحدو. والله القسم النيه ملي كتكون نيتك زوينه وكدير مزيان مع الناس وهذا والله ربي كيلاقيك مع وجوه الخير. وحق الله البارح تنقول دوزت نهاري هي مع وجوه الخير، الصباح دوزتو مع سهام في الصالون تبارك الله التعامل كي دايرين والبنات تما ودوزت وقيته زوينه الصراحه، بقينا مجمعين تجمعات ديال العيالات وتيجيو البنات وبقاو مجمعين. وفي العشيه ثاني جمعت مع رشيده مسكينه هكا عطيتو قلت لكم الظرافه كيفاش دايره. ايوا صافي دابا غادي نمشيو اختي ندخلو الكوزينه اليوم، والله ما عارفه شنو غنوجد في الفطور ما نكذبش عليكم، فريمون عييت وما بقاتش عندي شي حاجه، بقى عندي غير باقي عندي غير بريوات هكا اللي مازال ليا في الفريكو، بقى عندي الحريره والله ما قادرينش مخمار ولا شي حاجه، نقدر ندير مسمنات عاديين باش نفطر بهم نهار العيد ونحط منهم اليوم صافي، ولا كنشريو شي حاجه من برا لانه فريمون عييت. رمضان كامل كنوجد كنطيب كنطيب، اليوم الصراحه يشري شي حاجه من برا لانه فريمون والله ما قاد صافي، داك سميتو وليت الحاجه اللي كنطيبها اليوم كنطيبها غدا. ايوا صافي هادشي ليكم، دابا نمشيو للكوزينه. وهنا اختي دخلت جمعت الكوزينه طيبت وجدت هكا داكشي اللي غادي نوجدو، هنا بديت المسمن الصراحه ودرت درت كونتيتا كبيره شدات ليا حتى هي اليد صافي. هنايا كنوريكم المسمنات جاوا غزالين درتهم متوسطين ماشي كبار، الفطور راكم عارفين جاوا زوينين. اول مره ندير الصراحه السميده ما عنديش الفين وسالا ليا، ولقيت نيت واحد البنت دايرها بالسميده ودرت تقريبا نقولوا 4 زلايف ديال الفورس وزلافه ديال السميده وفريمون جاوا زوينين. وكنت درت حتى شي وحيده هكا شي ثلاثه درتهم عمرتهم واحد الحشوه كانت عندي باش نفطروا نيت منهم زعما في الفطور، وهادشي بقى لنا الغدا ان شاء الله الفطور ديال الصباح. ايوا صافي عرفتوا فريمون جاوا المسمنات غزالين وجاوا منفوخين ومفشفشين. ايوا صافي هادشي اللي كاين بعثو، كنت باغا نصور ندير سكين كير ديالي قبل الفطور زعما كفانيش الوقت، وانا كنوريكم اختي مسمناتي منفوخين ما ديوش هاد المقله رايت نقولها لكم. عرفتوا ما كفانيش الوقت، كنت الصراحه واحد راسي يقول لي غندير ناقص ونمسح الفيديو ونتهنى، ما بغيتش زعما نضيع بون. عرفتوا بقيت واقفه في الكوزينه ما ساليتش، فطرنا دابا يلا فطرنا ونتنيشان باش ندير شويه سكين كير ديالي لانه ديجا ما يمكنش نديرو حتى الغدا صباح العيد. ودابا المشكل اللي عندي انني لود الفيديو باش نحطو لكم اليوم بالليل، يعني دابا خصني نصور ونسالي المونطي ونحطو اليوم بالليل كلشي خصني نديرو اليوم لانه ما يمكنش الفيديو تحضيرات العيد يتحط الغدا. دونك هانتوما غنبداو اول حاجه هو غادي نغسل وجهي، دابا غادي نبداو ب تهلاو في وجهي هنا. دونك اول حاجه غادي نغسل وجهينا غنغسلو هنا باي جل نيتوايون عندنا ماشي ضروري شي واحد، المهم انا كنستعمل واحد ديال واحد لاماركي هنا برا كانوا يصيفطوه ليا يعني ما كاينينش في المغرب. اي غسول للوجه كتغسلو به وجهكم تغسلو به، دونك انا ديجا غاسلاه غادي ندوز نيشان الكوماج. دونك اول حاجه خاص تنقي وجهكم سيكتو ديري الماكياج ولا شي حاجه، انا ما دايره حتى شي حاجه سيكتو ديري الماكياج ولا اصلا غير الغبره ولا شي حاجه. دونك تغسلو وجهكم بالغسول هو الاول ومن بعد غادي ندوز ندير كوماج. دونك انا غادي ندير دابا غير هادشي هكا اللي الصراحه تيكون مواجد لانه ما عنديش الوقت باش ندير شي حاجه طبيعيه، ولكن تقدروا تعوضوهم كلشي تقدروا تعوضوه بشي حاجه طبيعيه بحال دابا انا هذا غادي ندير سكراب كوماج لوجهي على ود الجلد الميت. نتوما تقدروا تعوضوه بحال داك القهوه اللي كنديروها مع الزيت، اي كوماج عندكم هكا فيه حبيبات كديروه باش تبقاو تكوميو. الله سبحانه تنحس دوك الحبيبات هكا باش نكوميو. اول حاجه باش نحيدو البشره الميته حتى هذا راه كنحس بحال فيه السكر، دونك هاد ليطاب ضروري منها البنات ضروري من الكوماج، ما يمكنش نجيو نيشان نبداو نقيو وجهنا بلا كوماج. من بعد غادي ندير ماسك باش يدغاتي ليا وجهي. نتوما تقدروا من بعد يعني انا نقول لكم انا شنو ندير ونتوما تقدروا زعما ديروا حاجه اخرى، يعني انا من بعد غندوز نيشان
الماسك باش يضغطي ليا وجهي. نتوما كتقدروا ديروا اي حاجه، تقدري تعاودي ديري شي ماسك اخر، عاد ديري ماسك الايدغاتاسيون اولا تقدري ديري المهم مقال لا وادل. دونك انا غادي ندوز نيشان الماسك ديال الايدغاتاسيون، لانه ديجا كي كنقول لكم انا وجهي ما فيهش الحبوب اولا شي حاجه، كيخصو ديما غير يكون ايدغاتا مزيان وهذا. دونك صافي غنحاول نقوي مزيان خصوصا هاد البلايص فحال هكا. انغسل وجهي ونرجع. ودابا اختي مورا ما غسلت وجهي، عرفتي الصراحه كتعجبني هاد ليطاب، بكل ايطاب كتلاحظي شي حاجه تتبدل في وجهك، غير مني كتنظفي وجهك، تنقي وجهك تنظيف عميق يعني قماش فحال هكا، كتحسي ديجا انه راه لابو ديالك في تحسن. الوغ كي قلت لكم انا غندير هاد الماسك ديال غارني لمرونات البشره، حمض الهيالورونيك والبطيخ، ينعم البشره في 5 دقائق. الو غنديروه نخليوه 5 دقائق. كي قلت لكم انا حيت ما عنديش الوقت، اما ديجا لي فيديو راه مول فديما كندير معكم داكشي طبيعي الصراحه، غير واحد المره غادي ندير هداكشي اللي واجد. دونك تقدروا نتوما تعوضوه باي ماسك ديال الطين حتى هو كيرطب الوجه، باش ما تكثروش تكثرت لي ماسك في نهار واحد بزاف. دونك تقدروا كي قلت تعوضوه شويه شي ماسك ديال الطين اولا حتى داك الماسك ديال الشوفان مع الروز مع نيدو، حيت فريمون كيعطي حتى واحد النظره زوينه لابو. الو غادي نجبدوه متخطخ. لا صافي حليته. دونك شوفي واحد الريحة واعرة، صافي غادي نحاول نقعدو كلو بحال هكا ونبدا نجي لهنا باش كلو نلصقو هكا على وجهي. عطي واحد الريحة فيه واعرة. هادشي بحال داك اللي كانوا في رمانة. دونك غادي نخليه 5 دقائق ونرجع. دونك دابا البنات مورا ما دازت 5 ديال الدقائق غادي نحيدو. الصراحة المهم تشوفو خلا ليا هنايا شوية ديال داك البرودوي اللي دايرين فيه، وكتحسي به مرطب الصراحة. زوين هذا ديال غارنييه، زوين كتحسي بوجهك الصراحه كيبقى مرطب. دونك دابا انا مني قريت انه مني نحيدو ماشي ضروري نغسل وجهي، نقدر نمسح بوجهي غير بقطينه وصافي. ديجا هذا البرودوي يعني غير يخلي وجهي يبقى رطب ماشي ضروري تغسل. دونك دابا انايا غادي ندوز ندير لاسارن، غندير واحد هكا توما واحد لي بوند ديال لاسارن. تقدروا نتوما ديروا هكا كي كنديروا الماورد والمخيار الماد الخيار. انا حيت ديجا عندي كي قلت لكم ديجا يلاه صيفطهم ليا واحد لا مارك، دونك توما قلت غادي نتيستهم اختي العيد وانسب مناسبه. دونك هي هادي ديال بيكسي، غادي نحلوها بحال هكا، وهنايا فين كاينين هاد اللعيبات دونك انا غنحلو. دونك هنا البنات صافي درتهم حتى هما بحال هكا، وغادي نخليهم حتى هما هكا في تحت عينيا واحد 5 دقائق ونرجع. دونك دابا كبيتات غادي نحيدهم. غير بغيت نقول لكم انه هادو مهم قلبتهم ما عرفتش الصراحه واش كيديرهم هكا ولا هكا، المهم انا هكاك ما حسيت بهم هكا حسن كل واحد كيفاش كيديروا. المهم الدور ديال هادو البنات باش كيغديو تحت العين، وديجا عارفين نتوما انه ماشي اي كريم يمكن لك انك ديريه تحت عينيك. دونك كيغديو تمايا وكيعطيو شويه ديال لاكلا، كيحيدو شويه ديال لاسيرن. دونك انا عندي شويه ديال لاسيرن صافي. دونك ملي غنحيدهم دابا غادي ندوز نحيد الزغب ديال وجهي. الوغ كنحيدو بهاد اللعيبه، تقولوا لي رجاء واش كتكث الزغب اولا هذا؟ نقول لكم هادي عامين وانا كنديرها، بان لكم عندي شي زغب كثير ما كاين حتى شي حاجه. دونك انا هادي عامين وانا كنديرها، ما عمر الزغب ناض كثير، كينوض كيف ما هو، يقدر كاع ديك الساعه كنخليه واحد شهرين 3 شهور ما تنقيسوش وتيبقى عادي جدا. يعني انا هاد العيبه اللي صراحه نافعاني، ومؤخرا وليت كنحيد بها حتى الدوفي ونفعاتني. يعني مهم هادي نفعتنا صراحه، كان الخيط فريمون كان كيمحلني. دونك دابا غنحيدو هاد اللعيبات وغادي ندوزو باش نحيد الزغب. وغناخذ هاد القطينه باش نمسح بها البقايا اللي بقاو لي وجهي ديال هذاك السيروم، وباش نبدا نحيد الزغب على خاطري.
دابا البنات غادي نبدا، دونك غادي نبدا بهاد الجهه، كنجبد البلاصه. تقدروا ديروا الزيت، انا كندير الزيت ديال جونسون بعض المرات، ما دابا ديجا وجهي مرطب. غنجرب بهاد دابا هكا، وكتبقاو غاديين وكتهبطوا. انا غنوريكم، غنجمع لكم كلشي في الاخر وغادي نوريكم شحال غادي نحيد. المهم هاد البليصات هنايا كاينين اللي كيبغيو يحيدوهم، انا الصراحه ما كنحيدهمش، وكل واحد كل واحد وكيفاش، كل واحد شنو تيبغي يحيد. دونك نجبدو ونجرب. انا خليت هذه المرحله هي الاخرى، ومن الاحسن البنات تدوزوا هذه المرحله هي الاولى، لانه هي كتحيد الجلد الميت. انا خليتها هي الاخرى علاش؟ لانه انا ديجا عندي شويه الحساسيه في وجهي، دونك الا كانوا هكا حيدتها بها كيكونوا شويه هكا كيكونوا المسام محلولين، دونك الا درت شي حاجه غادي تضرني وغادي يتحبب ليا وجهي. دونك كنخلي انا الزغبي واخر ايطاب. كاين اللي ديجا حتى ملي كيحيدوه كيديروا شي كريم ولا شي حاجه، انا صافي ملي كنحيدو كنمسح وجهي وصافي، من غير درت الكريم ايدغاتون ديالي اللي كندير وصافي. اما باش عاد نبدا ندير السيرومات ولا هذا، لا كي وجهي كيتنبل ليا. كنبقى غادا بحال هكا وما نوريكم شويه من كل بلاصه باش نمشي للمرايه فاش تبان ليا مزيان. من بعد كنجي جبهتي، ما كنوصلش لحجباني لانه ديجا ما كنقيسهمش. كاين اللي حتى حجبانهم كيحيدوهم بها، المهم انا حتى حجباني ما كنوصل ليهمش. او كنبقى غادا غير هو الصراحه دابا حسيت بها ما حيدتش لي داك الجلده الميته. علاش؟ لانه انا ديجا منقيه وجهي. هانتوما شوفوا القطينه مصفوحه، انا كنحيد فيها راه ما فيهاش شي حاجه كثيره، بالعكس مولفه. ملي كنكون ما منقيش وجهي فهمون كتحيد ليا بزاف د الجلده الميته. دابا لانه ديجا يعني راه هاد الصوان اللي درنا راه عطى نتيجه، يعني حنا دابا كنحيدو ما كيعطيوناش الوسيخات، يعني وجهنا راه نقي. شوفوا البنات، انا اختي بعدا كنشوف النتيجه. صافي دابا البنات غادي نرطب وجهي بهاد لاكريم ديالي ديال سيرافي، وغادي نرطب حتى فمي، وهكا غادي نكونوا جاهزين للعيد اختي. باش غدا ان شاء الله ندير واحد المكياج اللي يكون يجي زوين الى وجهي نقي. صراحه كيعجبني راسي فحال هكا، ديجا ما كنديروش حنا مكياج حيت ما كيعجبناش راسنا، راه كنديروا مكياج حيت كنبغيو نزيدو زيانو. دونك صافي كتحسوا بالبشره فريمون كدوي راسها. ودابا اختي صافي ساليت، شوفوا اش هاد الشمال كتحسوا. شوفوا ديجا كتحسوا بلابو كتبري نقيه من الداخل ومن برا. دونك صافي دابا هنايا كنظن هنا غادي نسالي معكم الفيديو باش نوجد حويجاتي ديال غدا ان شاء الله باش نبداو الفيديو ديال العيد. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون جاكم خفيف ظريف، جاكت معكم التحضيرات. انا عارفه نفس التحضيرات عند كاع اي دار. دابا كتدخلوا لها كتلقاو نفس الشيء، الحنه فيما مشيتي كلشي كينقش، الضفار فيما مشيتي الصالونات كلشي كيصاوب الضفار كيصاوب الشعر. دونك غدا ان شاء الله انا غادي نصاوب شعري بوكل، راكم عارفين ما كيشدوش ليا لي بوكل، حتى الغدا ثاني عاد نبوكلي. ايوا غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم واش راكم مبروكه وعيد مبارك سعيد، دخل لكم الصحه والسلامه وكاع شنو كتمنوا ان شاء الله يا ربي، ونتلاقاو غدا ان شاء الله.